أما الآن فمع فضيلة الشيخ عبد اللطيف المحمود فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. تبع هداه. أيها الحاضرون جميعا أحبكم في الله. أهل محرق تعرفونهم يعني. يقولوا لي في أحد ما يحب أهل محرق؟ كلنا نحب محرق وأهل محرق. أحبكم الله الذي من أجله أحببتموني. الله يعيني إن شاء الله على ما كلفتموني به وما كلفني الله عز وجل به في هذه المحنة التي تمر بالبحرين. لكن أحب أن أقول لكم أحد منكم ما يحب البحرين؟ كلكم تحبون البحرين؟ اللي يحب البحرين يبي يحرق البحرين؟ لا. اللي يحب البحرين يبي تسيل قطرات دم أهل البحرين؟ لا. اللي يحب البحرين يحب أن يقتل أحد من أهل البحرين؟ لا. هكذا هم أهل البحرين، هذه حقيقتهم. حقيقة أهل البحرين إخواني وخواتي، كل واحد من أهل البحرين يحب كل بحريني، وكل واحد يعيش على الأرض رغم البحريني بعد يحب وما يحب أن يصل إليه أي شيء، أي سوء، أي مكروه. فكيف إذا كان الذي يدعي حب البحرين يريد أن يقتل أهل البحرين أو يريد أن يتقاتل أهل البحرين؟ هل هذا يحب البحرين؟ بارك الله فيكم. هذه كلمة أرجو أن تصل إلى كل من يريد شر بأي واحد من أهل البحرين أو عايش على أرض البحرين. أهل البحرين عاشوا من حضارة دلمون، حضارة تايلوس، إلى يومنا الحاضر. قلوبهم مفتوحة للجميع، إنسانهم شاقول يقطر عسل. نعم أهل البحرين إنسانهم ما يقول إلا الخير. حق أهل البحرين اللي يحب البحرين واللي يشوف البحرين، هذا يجمع البحرين. أهل البحرين عندما جاءهم الإسلام علمهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أهل البحرين سمعوا شهادة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فأحبوا أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليكونوا على خلق عظيم. أهل البحرين ما يأتيهم واحد من الخارج ويعاشرهم ويشوف حياتهم ويشوف كيف تعاملهم معه إلا وحب أهل البحرين ويقول شو اللي أنتم عندكم؟ شو اللي صاير عندكم تختلفون عن الناس كلها؟ الغريب ما يشعر أنه غريب. أقول لهم ما تدرون، أهل البحرين هم الذين أسلموا واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حرب. تعرفون أهل البحرين شلون كانت قلوبهم رهيفة متصلة بالسماء؟ اقرأوا في كتب الحديث، ثاني جمعة صليت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة
بعد الهجرة ثاني جمعة كانت في البحرين في مسجد جواثا في البحرين قبل ما يأتيهم أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قبل أن يصلهم هذا الخبر كان الإلهام من الله عز وجل لأهل البحرين أن يجتمعوا جماعة ليصلوا الظهر يوم الجمعة ويقوم فيهم خطيب. فقاموا واجتمعوا يوم جمعة ولحين ما جاءهم النداء لحين ما جاءهم الأمر. أي أهل البحرين هذين اللي قلوبهم متعلقة بالسماء قلوبهم متعلقة بالله عز وجل قلوبهم متعلقة بالإسلام. ولذلك ألهمهم الله عز وجل أن يقيموا صلاة الجمعة كل جمعة قبل أن يأتيهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أهل البحرين وبيستمر أحفادهم وأحفاد أحفادهم سيستمرون على هذا النهج يلتزمون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وبأخلاق الكبار من الصحابة والتابعين وأهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء أهل البحرين. وإذا كان أهل البحرين فترة طويلة ما كان أحد يسمع صوتهم أعتقد العالم كله سمع صوتكم في الفاتح. وعلى طيبة أهل البحرين اللي في الفاتح ما كانوا بس سنة كان أيضا معهم شيعة كان معهم أهل الكتاب من النصارى واليهود كان معهم غيرهم من شيعة البحرة وغيرهم حتى غير مسلمين حضروا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذا التجمع هو الذي يحميهم وهو الذي يعبر عن شعب البحرين وهو الذي يعبر عن آمال أهل البحرين في أن يتعايشوا كما تعايش آباؤهم وكما تعايش أجدادهم وكما تعايش من قبلهم. إنهم أهل البحرين الكرام الأياويد الذين يعرفون بالشهامة الذين يقفون ولا يرضون بالضيم لا على أنفسهم ولا على غيرهم. ومن أجل هذا كان تجمع والوحدة الوطنية اللي أنتم جزء منه.